السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جانا مجموعة أسئلة من أحد المتابعين المحترمين بيسأل عن موضوع تطعيم كورونا لمرضى السكر. فبيسأل بيقول ليه مرضى السكر لازم ياخدوا تطعيم كورونا؟ وهل في أضرار من تطعيم كورونا على صحة مرضى السكر؟ وإيه أأمن تطعيم أو لقاح لمرضى السكر من الأنواع اللي موجودة في الأسواق؟ وإيه المفروض اللي المريض السكر يعمله بعد ما ياخد تطعيم كورونا أو لقاح كورونا؟ الأسئلة بصراحة مهمة جدا، عشان كده قلنا نجاوب عليها في الفيديو ده. هو ليه مرضى السكر لازم ياخدوا تطعيم أو لقاح كورونا؟ في سببين مهمين. السبب الأول ببساطة لأن مرضى السكر وغيرهم من اللي عندهم أمراض مزمنة بيكون المناعة عندهم ضعيفة جدا، إما من المرض نفسه أو من الأدوية الكتيرة اللي بياخدوها، علشان كده بيكونوا معرضين للإصابات بالالتهابات أكتر من غيرهم من الناس. السبب الثاني إن لو مرضى السكر اتصابوا بكورونا لا قدر الله بيكونوا معرضين لإصابات شديدة ومضاعفات خطيرة من كورونا، علشان كده لازم وضروري ياخدوا تطعيم كورونا. هل في أضرار من تطعيم كورونا على مرضى السكر؟ لغاية دلوقتي مفيش أي أضرار أو مضاعفات من التطعيمات على مرضى السكر، ومفيش أي صلة بين اللقاحات أو التطعيمات ومستويات السكر في الدم. طيب تمام، لغاية كده عرفنا إن مريض السكر لازم ياخد تطعيم أو لقاح كورونا، وعرفنا إن لقاح كورونا ما بيعملش أي مشكلة على مرضى السكر ولا بيأثر في مستويات السكر في الدم. السؤال المهم دلوقتي اللي الناس كتير بتسأله أو مرضى السكر بيسألوه، هو إيه أأمن لقاح أو إيه أأمن تطعيم من تطعيمات كورونا على مريض السكر؟ يعني هل في لقاحات تتاخد لمرضى السكر ولقاحات ما تتاخدش لمرضى السكر؟ الإجابة على السؤال ده بتقول إن مريض السكر ممكن ياخد أي نوع من اللقاحات اللي موجودة والمتوفرة في الأسواق زي جونسون أند جونسون والسينافارم والفايزر، لأن لقاحات كورونا وتطعيمات كورونا كلها آمنة وفعالة لمرضى السكر. طيب أنا مريض سكر دلوقتي وخدت لقاح كورونا، إيه المفروض أعمله؟ هقول لك على أهم 8 حاجات لازم تعملها كمريض سكر لو خدت لقاح أو تطعيم كورونا. أول حاجة، اوعى تاخد أي مسكنات بدون ما تستشير الدكتور. تاني حاجة، لازم تشرب مية كتير علشان تحمي وتحافظ على رطوبة جسمك. تالت حاجة، لازم تسترخي تماما ومتعملش أي مجهود أو تمارين رياضية. رابع حاجة، لازم تستشير الدكتور بتاعك وتسأله هل هتستمر إنك تاخد أدوية السكر أثناء التطعيم ولا لا. خامس حاجة، لازم تاكل أطعمة صحية ما ترفعش السكر عندك. سادس حاجة، لازم الوجبات الغذائية اللي بتاخدها تكون متكاملة، يعني كتر السمك والبيض والخضروات. سابع حاجة، لازم تراقب وتقيس مستويات السكر عندك في الدم لبضعة أيام بعد اللقاح. تامن حاجة، اوعى توقف الإجراءات الاحترازية، يعني تخليك لابس الكمامة وتحافظ على المسافة الأمنة بينك وبين اللي حواليك، وكمان تستخدم المطهرات والمعقمات. كده يبقى احنا عرفنا الإجابة عن الأسئلة المهمة اللي بتدور في عقول مرضى السكر بخصوص تطعيم كورونا. أتمنى يكون استفدت من الفيديو. لو عندك اي سؤال بخصوص الموضوع او بخصوص اي موضوع تاني اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو واحنا هنرد عليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان ناس تانية تستفاد. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.